السبيشال ريزولوشن فانتوم ابسط من كده كمان بكتير. ده عباره عن واير، ستيل واير، يعني عباره عن سلكه بيسكلي، يعني محطوطه في وسط برضو فانتوم عباره عن ووتر. دي عباره عن سلندر فيها ووتر، ده الكروس سكشن بتاعها كويس، وفيها واير. طبعا دي بالنسبه لنا اكنها ايه؟ اكنها امبلس بالنسبه لنا، حاطينها قصاد المكنه. فدلوقتي الحاجه اللي بتطلع لي، الصوره اللي بتطلع لي هي عباره عن امبلس ريسبونس. الامبلس ريسبونس ده زي ما احنا كنا قلنا، لو خدنا الفوريه ترانسفورميشن بتاعه هيطلع لي على طول الترانسفير فانكشن اللي هي الموديوليشن ترانسفير فانكشن اللي كنت بتكلم عليه. فمنها احسب بقى الحسابات اللي انا عملتها قبل كده. فهي بكل بساطه الصوره اللي بتطلع لي للفانتوم دوت، اللي هو عباره عن سلكه محطوطه في ميه، محطوطه في سلندريكال يعني بلكسي جلاس كونتينر كده، في الاخر بتطلع لي عباره عن الامبلس ريسبونس بتاع السيستم بتاعي، اللي هو لو خدت له 2 دايمنشن فوريه ترانسفورميشن، دي الموديوليشن ترانسفير فانكشن اللي احنا حسبنا منه ريزولوشن بطريقه، او حسبنا منه سبيشال ريزولوشن بالطريقه اللي احنا حسبناها في الاول، سواء عند ال 50% ليفل بتاعها او 20% حسب ما انا بحدد. وعامه لما باجي انا ديسكرايب النتيجه بتاعتي بقول ان انا قست الام تي اف، يا اما اعرض الام تي اف على طول زي ما هي، يا اما باجي بحسب الاف تي اف، ام تي اف بتاعتي بحسب القيمه بتاعت السبيشال ريزولوشن اللي هي من الام تي اف دي بتساوي كام. يعني بعرض الصوره بتاعتي بيسكلي عباره عن ان انا اقول والله ده الريزولوشن بتاعتي بتساوي مثلا 2 لاين بيرز بير مليمتر عند الليفل بتاع مثلا 50% مثلا، اوكي. فده دي شكل بتاع النتيجه اللي انا بعرضها للايه، للسبيشال ريزولوشن.